sekasi nigezi tupa mfunu tetana. Hello baby mtana sekasi nigezi tupa. دي معناتها شنو؟ انه في ايام بكون قاعد موافق مستخدم الانترنت وهو بدون ما ينوم بدون ما ياكل بدون ما يعمل اي حاجه، دي مره واحد. نمره اثنين انه الدكاتره الحاجه دي مكلفه بالنسبه لهم، لانه كان الانترنت في الوقت ذاك الساعه بقريب ما يعادل $3 في الوقت ذاك، يعني كل قروش وكل حاجاته كان بيبتغى عليهم، تمام؟ فالحاجه دي خلته انه اول حاجه مرته تهجره وطلقه كويس احسن لها، وثاني حاجه قامت فتحت البوابه لمنو؟ فتحت البوابه ليوم انها هي تبحث في برنامج جديد او اضطراب جديد ظاهر بدلون يسهر للعيان، تمام؟ الحاجه دي خلتها انها تقوم تعمل استبيانه، الاستبيانه دي وزعتها بالفريق، لان لما وزعتها لقت انه الفيدباك بتاع الاستبيانه دي جا كبير جدا. وطلع عليها حاجه كده فظيعه، يعني هي كانت متوقعه انه اثنين ولا ثلاثه يردوا لها، لقت انه في اكثر من 400 فرد هم ردوا لها على الاستبيانه دي، ومعظمهم كانوا يا اما هم تجار يا اما انهم وكانوا طلبه يعني بمختلف الفئات بتاعت المجتمع، تمام؟ لما عملت الاحصائيه دي قامت عملتها بالمساعده بتاعت منظمه الصحه الامريكيه، فهي ساعدتها على العمل ده، فطلعت انه الاحصائيه بتاعتها انه 60% من الناس اللي اجرت عليهم الابحاث دي هم كانوا عباره عن مدمنين للانترنت. حاجة كبيرة في الزمن ده، وإن الحاجة دي هدوبة كده يعني هدوبة الطفرة بتاعته، وإنه تحصل الحاجة دي تبدأ دي مشكلة كبيرة، تمام؟ الحاجة دي خلت العلماء الباقيين إنه هم برضو يقوموا يعملوا أبحاث وتجارب في ثانية، وعملوا دراسات مقارنية ما بين الإدمان بتاع الإنترنت وإدمان الحاجات الثانية زي الكحول والهيروين والحاجات دي. في عالم قام عمل دراسة مقارنية بين إدمان الإنترنت وإدمان الكحول، وجد كالآتي: عمل تصوير مقطع للراس وتجارب تحاليل كده لمجموعه من الافراد المدمنين على الانترنت ومجموعه من الافراد المدمنين على الكحول. وجد انه الوصلات العصبيه بتاعت الافراد المدمنين على الانترنت هي نفس الوصلات العصبيه في الدماغ المدمنين على الكحول بنفس الدرجه، يعني في نفس المناطق بتاعت الانتباه والانفعال والتركيز والحاجات دي كلها. بنفس الدرجة لقى إن المشكلات الانفعالية بتحت الأشخاص المصابين بالإدمان بتاع الإنترنت هي تقريباً نفس المشكلات العصبية للأفراد المصابين بإدمان الكحول وغيره. يعني الحاجة دي لقت إنها هي مشكلة كبيرة. وغير إنه نحن هسا أنا من قبل بقول إدمان الإنترنت، طيب إدمان الإنترنت ما حاجة موسعة كده وكبيرة وأي حاجة فيها، في منكم جزء ممكن يقول لي نحن ما قاعدين نقعد نستخدم الإنترنت كله، يعني كله بس مواقع التواصل الاجتماعي. في ناس بيقول لك نحن ممكن نكون مدمنين بتاع التواصل الاجتماعي لكن ما مدمنين للمواقع الثانيه ولا حاجات ثانيه. فدي كلها بتندرج تحت الانواع بتاعت الادمان ذاتها، يعني هو كعالم كبير واسع لكن عنده تشعبات ثانيه وانواع ثانيه، كل فرد فينا لو ركز مع روحه شويه بيلقى انه هو مدمن في حاجه معينه من الانترنت. منو فيكم اللي بيكون مدمن على الالعاب الالكترونيه؟ في ناس مدمنين على الألعاب، واحد من ثلاثة ما شاء الله. طيب منو فيكم المدمن على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر سناب انستا؟ طيب في ده اللي بيبين لنا الانواع بتاعته المختلفه، انه في جزء منهم بيكونوا مدمنين على المواقع غير عن الناس الثانيين اللي بيكونوا هم ما عندهم اي انترست في المواقع الثانيه. فدي المشكلة هنا، دي بتخلي انه المدى بتاعه كبير شديد، وبتخلي المدى بتاعه واسع شديد ومضر جدا. الضرر بيجي من ناحية من نواحي كثيرة، يعني ضرر الادمان بتاع الانترنت بيجي من ضرر صحي وضرر اجتماعي وفي ثاني ضرر نفسي، وفي اضرار، من الاضرار الصحية ممكن انتم تصابوا بها. منو فيكم رقبته بتكون واجعاه من كثرة الدنجير بتاع التليفون ولا على الحاجات الثانية؟ طيب منو فيكم مش بيكون ظهره واجعه ومفاصله واجعاه لانه هو كل اللي وقت بيكون شغال تايجر 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 تايجر؟ طيب دي كلها اضرار من الحاجه دي، دي الاضرار بس الصحيه، ده غير انه ممكن انتم تعملوا اكلكم، ممكن تعملوا شرابكم، ممكن تعملوا حاجات كثيره في سبيل انكم انتم تكملوا الموضوع اللي انتم فيه واللي هو اصلا ما حينتهي ولا حيخلص، تمام؟ يلا في ناس ثانيين وجدوا انه هو ادمان الانترنت بسبب مشاكل ثانيه اللي هي دي سايد افكت له، ممكن يسبب لكم مشاكل بتاعت ايتنج ديسوردر اللي هي مشاكل بتاعت التغذيه، اوكي تمام؟ ولا ممكن
اكتئاب قلق انكزايتي حاجات كثيره اللي هي المشاكل النفسيه اللي ممكن ترجع عليكم منها تمام يلا من المشاكل الاجتماعيه والاسريه اللي ممكن احنا نصيبها من ادمان الانترنت اللي هي المشاكل بتاعت الطلاق المشاكل بتاعت ال عن زهقكم تكون قاعد ال 24 ساعه تكونوا قاعدين تتكلموا في حاجه فجاه واحد صاحبه بيقول لك اخوك قاعد يتكلم معاك وتقوم تنهره زعل منك مشاكل في البيت بسبب الحاجات لانه اصلا احنا ما عندنا اخلاق ولا عندنا حاجه عشان احنا نقوم نسمع الادامه ليه لانه احنا كنا مندرجين بس في العائله اللي احنا فيها تمام فدي كلها الحاجات اللي ممكن تسبب لنا الحاجه الاخيره اللي انا عايزه اقولها لكم الانترنت عالم كبير وعالم احنا كنا نكون محتاجين ان نقوم نكون فيه محتاجين ان احنا نشتغل به لكن الحاجه عشان ما تكون عاده ضاره بالنسبه لنا ولا عاده ضاره لنا هي تضر ان احنا تضر اسرنا وتضر مجتمعنا فاحنا لازم نستثمر الحاجه دي بطريقه صح بالطريقه المفيده والمثمره بالنسبه لنا فما تضيعوا ربكم ما تضيعوا حياتكم في حاجات ممكن فيها تضركم وتعلموا انكم انتم تتعاملوا بالحاجه بطريقه صح وانه ما تخلي العادات هي اللي تتحكم فيكم، تتحكموا انتم في عاداتكم وفي سلوكياتكم، شكرا.